أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة في برنامجكم عليكم بالعافية. اليوم معنا الشيف محمد من شركة كيتا للتموين، راح يقدم لنا وصفة جديدة. شو راح تقدم لنا إن شاء الله اليوم يا شيفنا؟ النهاردة معنا مندي دجاج بالفرن. أيوة بالفرن. أوكي ممتاز. شو عندنا من المقادير اللي نحتاجها؟ معظم اللي هو السبايس العربي. أيوة البهارات. معنا التوم البودر، البصل بودر، معنا بابريكا، معنا سينامون، بلاك بيبر، معنا كمون، معنا كزبرة. أيوة. معنا بهار مشكل كمان وبهار خشن كمان عشان طبيخ الرز، ومعنا بهارات اللي هو الناتس عشان تزيين الطبق بتاعنا في الاخر للناس اللي هي بتحب الناتس. ايوه تزيد من قيمة الغذائية الوجبة. بالظبط. ممتاز. دلوقتي هنبدأ نبلش نتبل الدجاج. ايوه خلينا حتى الطبق مش مشكلة. اليوم نقدم الدجاج. ده بصل وتوم بودرة. ايوه بنرش البصل والثوم على المتحدة. وطبعا افضل لما نستعمل نطبخ الدجاج نشيل الجلد قبل طبخه، خصوصا اللي يعانون من امراض مثلا امراض القلب او الشريان او انسداد بالشريان او ارتفاع الكوليسترول. بالضبط. دائما ننصحهم ينشال الجلد قبل الطبخ عشان الجلد يعني تحت الجلد يتكون فيها الماده الدهنيه الدسمه هذه او العاليه بالكوليسترول، فالافضل ينشال. بالضبط. الدهن الجلد فيه فايده اللي هو فايدة واحدة بس أنا بعتبرها موجودة في الجلد. أيوة. بيحافظ دايما على طراوة بتاعة اللحمة فبتنشفش، أما اللحمة بتطبخها من غير جلد بتحس إن هي ناشفة شوي، ناشفة ومنتش قادر تاكلها يعني. أوكي. فهو ده اللي بيخلينا دايما إنما إحنا بقينا نطبخها بالجلد والجلد ممكن نقشره وما نستخدموش. أيوة. في الأكل يعني. فدي كمان أوبشن كمان ممكن نروح. أوكي. فالحين إحنا أضفنا البهارات. أيوة. اللي هي الجرفة. والفلفل الأسود. والكمون. والبابريكا. أيوة. والثوم البودرة والبصل البودرة. وكمان معلقة بهارات مشكلة مشكلة. مش هنستعملها شيء. أيوة. بتديها كمان نكهة كويسة. بنتبل الدجاج وبنسيبه حوالي 3 ساعات. أيوة. شوية زيت معانا. زيت زيتون. ده زيت ذرة. زيت ذرة. ممكن نضيف زيت زيتون اذا بغينا عشان نختار الاختيار الافضل. بالضبط. فينا نضيف زيت زيتون كمان بنحط الليمون. ايوه ونحط الليمون. تعطي الحموضه. الليمون فيه فوائد كتير قوي. طبعا الليمون غني بفيتامين سي. ايوه خلنا نوقف وقفة مع المشاهدين بخصوص البهارات اللي أضفناها وقيمتها الغذائية. طبعا البهارات نحن أكلاتنا العربية مشهورة بالبهارات هذه، فهذه البهارات كل نوع له قيمته الغذائية. مثلا لو نقول الجرفة، مثلا الجرفة غني جدا بالمضادات الأكسدة. يعني أخذ دراسات تثبت أن لما تأخذ ملعقة صغيرة من جرفة من بودرة الجرفة بشكل يومي يساعد على تخفيض نسبة السكر بالدم، يساعد على تخفيض نسبة السكر التراكمي أيضا. هذا له قيمة غذائية عالية بالنسبة للسكر. دائما ننصح لمرضى السكري أن يتناولون جرفة بين فترة وفترة كمشروب مثلا أو يضيفون مثلا بأكلهم. غير الجرفة عندنا نحن أضفنا القرنفل. القرنفل أيضا له يعتبر مسكن طبيعي خصوصا لآلام الأسنان، لما الإنسان يحس بآلام بأسنانه مثلا أو باللثة أو مثلا بالجذوع الأسنان يأخذ مثلا حبة قرنفل ويمضخها ويساعدها على تخفيف آلام الأسنان. غير أنه مطهر للجسم يعتبر القرنفل. عندنا الكركم. الكركم غني جدا يعني بالتعريف، هو عالي جدا بالمضادات أكسدة، في مادة الكركمين اللي هي تساعد على تخفيض نسبة الكوليسترول بالدم، وأيضا يعتبر مطهر للجسم. للناس اللي يعانون من قرحة أو مشاكل بالمعدة ممكن، أو مشاكل بالقرحة ممكن يسبب مشاكل، يخفف من هذه المشاكل أو من القرحات اللي تستوي بالجسم. فالبهارات ما شاء الله غنية بالتعريف وعالية بالمضادات أكسدة ولها فوائد عالية. غير الليمون اللي ضفته يا شيف محمد، غني بفيتامين سي واللي يساعد على تقوية المناعة الجسم. نبدأ الحين إن شاء الله هنسيب ده في البراد لمدة
3 ساعات. ايوه نخليه بالتتبيله لمده 3 ساعات. مش شرط، هو الوقت مش الوقت مش مش توقيت يعني، مش مقياس. ايوه بس الافضل يعني عشان يبقى اكثر في البهارات، كل ما بتبقى ماخذ النكهه، النكهه الطيبه بتبقى النكهه العربيه اللي احنا عارفينها بتبقى اقوى واحسن. فهنحطها في البراد دلوقتي. ايوه نرجع تاني عشان نبلش في الطبق بتاعنا اللي هو الرز. هنا ولعنا الجدر بتاعنا، نحط الرز كيف مش كتير، لان انا كمان ممكن استعمل الزيت اللي هو موجود في الدجاج. ايوه كميه بينزل من الدجاج اللي بينزل على الرز بيديله كمان النكهه. ايوه ففينا نقلل في الزيت اللي هو الزيت الصناعي ونستعمل الزيت الطبيعيه بتبقى احسن كتير يعني، وكميه اقل. طبعا بالظبط. نحط البصل بتاعنا اول. ايوه نضيف البصل. احنا عندي مدينا اللون اللي هو البني الكراملايز، اللون بتاعنا يكون دايما ندور على اللون الذهبي في البصل. نضيف الحين البصل شيف محمد. الكمية اللي هي تقريبا تكفي لأربع أشخاص، الكمية اللي بنحضرها لأربعة أشخاص تقريبا. الطعمة دجاجة حجمها 1300 جرام. أيوة وثمان قطع دي كافية لثمان أشخاص، بس احنا خدنا نص الكمية ما خدناش الكمية كلها. البلاطة طلعت. أيوة بخلي البصل يطري لأني بحصل على لون البني بتاعه. أيوة وراعي ان النار ما تبقاش كتير عاليه عشان البصل ما يتحرقش مني، وفي نفس الوقت ما يبقى يفضل فيه طعم السكر، لان البصل من الحاجات اللي هو من النوعيات اللي فيها نسبه سكر شويه. سكر الفاكهه تقريبا فيها نسبه شويه. في سكريات في البصل، فعشان دايما احافظ على الطعم المسكر اللي في البصل ما اعليش عليه النار. طبعا الوجبة اللي نحضرها اليوم ان شاء الله هي وجبة المندي بالدجاج. ايوة ورق الغار والهيل. الهيل ده من الحاجات اللي هي البهارات العطرية تعتبر. هي ايوة تعطي اي اكل بحب احط فيه الخضار، بحب احط فيه الصالون، تعطي رايحة للاكل لان تعتبر من البهارات العطرية مع اللحوم. وبعدين بحط الرز بتاعنا ونأكله من جوه. نضيف الرز. لأن 3 كوبايات رز. أيوة. رز مطبوخ ولا ني؟ رز ني. رز ني. فلتر. أيوة. أسيب الرز شوية يتشرب أو يتغلي شوية بالزيت. وياخد اللي هو النكهة بتاعت البصل المحمر. أيوة البهارات المضافة. الخشنة. معايا صغير مش كبير. وبحط كمان اللومي. اليوم اليابس شوكة كده بحس ان هو. طبعا اليوم طبختنا هي طبخة الرز المندي مع الدجاج، هي طبخة اصلها يمني من او من السعودية ايضا، طبخة سعودية أو يمنية. يمنية أكثر. هي صحيح. مشهور بها اليمن، مشهورة بها بالمندي أكثر. وطبعا الوجبة هذه توفر لنا تقريبا 690 سعرة حرارية، وتوفر لنا تقريبا 34 جرام من البروتين، وتوفر لنا أيضا 58 جرام من الكربوهيدرات، و35 جرام من البروتين. هي طبخة غنية وفيها كمية عالية من البروتين كربوهيدرات، وأيضا كمية من الدهون. شو تحب تضيف الحين يا قرنفل؟ قرنفل من الحاجات
منكر. أيوة. الفلفل حسب الاختيار، فينا نحط فلفل أخضر، فينا نحط فلفل في الحار ممكن، فينا نحط فلفل رومي. نعم الفلفل من الحاجات اللي بتدي نكهة للرز كمان. طبعاً. وكمان يعني في ناس يحبونها تكون شوي حارة يعني طعمها شوي لاذع. الفلفل زي ما هو القرون. ايوه واحنا بقى نتحكم في الحراره بتاعته. ايوه الكميه احنا ما عاوزين. ومعنا كمان بس قلت حبات طماطم صغيره الحجم مكعبات نحطها مع الرز وبنلف نقلب مع بعض تقليبه صغيره. شايف الريحه مالها؟ ايوه الريحه لذيذه بصح الشكل. طبعا الوجبة هذه تقدرون تتناولونها على وجبة الغداء مثلا كوجبة صحية ناخذها على وجبة الغداء، وممكن ناخذها بعد على الفطور في ايامنا رمضان الحين كوجبة صحية. ممكن ناخذها مثلا بعد ما نفطر على التمرة والشوربة، ممكن نتناولها بعدين كوجبة ناخذها على وجبة الفطور. يعني مثلا المرضى السكري ننصح دائما ان يكون كمية الرز عندهم اللي يتناولون شوي تكون كمية معقولة، ما تكون كمية بزيادة ياخذونها. تقريبا مقدار نص كوب لكوب لمرضى السكري ممكن يتناولون هالكمية. حتى اللي يحب يحافظ على وزنه مثلا ما يحب زيادة بالوزن ما يتناول كمية كبيرة من الرز. يعني الصينية دي عشان نحط فيها الرز بتاعنا، الرز بتاعنا اعتبر لحد ما ايوه خلاص خلاص بناخده، بس بناخده وبنغلفه بس بالزيت. انما احنا عايزين ناخد النكهه بتاعته. أيوة. من الدجاج نفسه، من البهارات اللي في الدجاج ومن الجو. أيوة. اللي بينزل من الدجاج كمان هو نكهه اكتر. شايف انت الروائح طيب ازاي؟ وبنجيب معانا حته مصفى صغير ونحطه كمان مصفى زي دي كده. ايوه عشان هو يكون تحط على الدجاج. معايا مرق الدجاج. ايوه دي رز مرق الدجاج وشرب رز بتاعي ميه صغيره على قد ما انا عاوز. حطينا البصل خد اللون البني اللي احنا عارفينه اللون الذهبي مش محروق، قبل اللون الذهبي اللي هو الخفيف. بعد كده حطينا الرز لفيناه شويه مع الزيت. وبعد كده حطينا البهارات بتاعتنا الخشنه اللي هو القرنفل والحبهان، وحطينا الطماطم وحطينا اللومي وحطينا الفلفل الحاب الحار والفلفل الحلو. ايوه وكمان والمرقه بتاعتنا ضفنا بقى على الرز. نتاكد شويه ان نتاكد كويس ان المرقه بتاعتنا تكون كافيه على نسبه الرز الموجوده معانا. خلاص تغطي الرز يعني؟ تغطي الرز بالظبط. ايوه لانه الرز اصلا الرز كان محطوط في ميه قبل منها فتره. أيوة. مده نص ساعه. وبجيب مصفى زي كده وبركب الدجاج بتاعي. ايوه فين؟ في المصفى، بحيث كل الفليفر اللي تنزل من الدجاج يمتصها الرز بتاعنا. ودينا النكهه اللي هي نكهه المندي اللي هو اللي زي ما بناكله في المحلات بالظبط. وبننزل بالسبايس ديت بتاعتنا ننزلها كلها عشان تنزل فين كمان. أيوة. على الرز بتاعنا ويبقى فيه في طعمه طيبه. الطبق بتاعنا جاهز ونحطه الفرن لمدة ساعة في الفرن. دلوقتي زي ما قلت لحضرتك بالظبط التفاصيل. حطينا الرز وحطينا المرقة بتاعته. أيوة. موجودة. وحطينا المصفى ده وحطينا في منه الدجاج مع الليمون والليمون كمان. وبنعمل شوية فلفل أسمر مبروش. أنا بحب الفلفل الأسمر مبروش. أيوة كده انا مش بتاعنا. وبنغطيها بالالمونيا ورق الالمونيا. بنتاكد ان هي مقفوله كويس من كل الجوانب. أيوة. عشان تفضل محتفظه بالنكهه وبالبخار بتاعها داخل. أيوة. داخل الطبق نفسه فيستوي الرز بتاعنا ما يبقاش فيه حبايه مستويه حبايه مش مستويه. هنحطها. أيوة. بالفرن ان شاء الله لمده تقريبا ساعه. أيوة. على حراره 160 180. على حراره درجه حراره 100 160. ايوه بتكون كافيه ان شاء الله اللي يطلع الفرن بتاعنا احسن.
لكي يكون طبقنا المندي هذا متكامل على الوجبة، مثلا وجبة فطور أو وجبة غداء، ما ننسى نضيف معه طبق سلطة، ممكن نضيف معه طبق زبادي أيضا عشان يكون طبق متكامل في كل المجموعة الغذائية تقريبا. قد في سعرة حرارية طبق المندي؟ نحن مثل ما قلنا الطبق المندي هذا اللي حضرناه تقريبا في 690 سعرة حرارية الطبق ككامل، الوجبة ككاملة. طبعا مثل ما ذكرنا مريض السكري ولا ان كان مريض مثلا او مش مريض سكري، مريض سكري او اللي يبغى يحافظ على وزنه ياخذ كميه بسيطه من الرز تقريبا مقدار مغرفتين ياخذها، اللي تهي تقريبا مقدار نص الى ثلاث ارباع الكوب تقريبا، فما يكثر من كميه الرز لان الرز نشويات وترفع تاثر على نسبه السكر بالدم. ساعة تقريبا حرارة 160. أنا أوريدي كنت عامل طبق جاهز. أيوه. فهو ده الشكل الأخير بيكون بتاع بتاعنا، وهنا المكسرات اللي إحنا عاوزين نضيفها للطبق. مش شرط يكون الكاجو، لو ما عنديش كاجو ممكن أستغنى عن الكاجو بأشياء تانية غير الكاجو. أحط الكاجو بس. كذي نحن رفعنا من قيمتها الغذائية أكثر، لأن المكسرات لها قيمة غذائية عالية جدا. بالزبط. أيوه، فيها مضادات أكسدة عالية، أيضا تساعد على تخفيض الكوليسترول. المكسرات بس تكون محمصة هذه ولا تكون فريش أو أنت تحمصها شوي؟ لا أنا بجيبه اللي هو أيوة. مش متحمص، بحمصه أنا بنفسي. أيوة. بحيث اللي هو أفضل كريسبي كريسبي يكون لما بتحمص وتركنه الوقت طويل من غير استعمال فبيطرى شوية. نعم. فأنا دايما بحاول اللي هو يكون دايما فريش، دايما يكون طازة، الأكل الطازة دايما بيبقى له طعم أحسن. ممكن استعمل كمان قليمي ورق اللي هو عين الجمل. ايوه عين الجمل تبع مليان بالمكسرات وتبع مليان بالقيم الغذائيه، وعملنا له اللي هو قرنش بسيط بحيث اللي هو يبقى كمان له منظر جمالي كمان، واللمسه الجماليه أيوة. بتبقى تفتح الشهيه لل ايوه. كمان ممكن نقدم معاه مثل ما قلنا ممكن نقدم معاه طبق من السلطه او بالزبط. طبق من الزبادي ايضا معه عشان نرفع القيمه الغذائيه اعلى مع ال 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 قدمتش الزبادي معنا، جبت له معاه طبق السلطه ها طبق خضار سلطه جزر وفلفل وكمان اللي هو اللفت بتاعنا الابيض ده أيوة. والخيار كلها والوانها حلوه يعني تعطي يعني ده مليان سعرات حراريه، فمش عاوزين كمان نحط لبن كمان صح زبادي عاليه، بنحاول يكون في موازنه أيوة. ما بين الطبق اللي هو الطبق الرئيسي والطبق اللي هو الطبق الفرعي. نعم. هو كمكمل له مش مبقاش اضافه كمان حمل على الجسم وحمل ايوه اكيد اكيد حرارية. وبكذي نحن يا اعزائنا المشاهدين خلصنا حلقتنا اليوم وانتهينا من وصفتنا الصحيه اللي قدمناها بطريقه صحيه اللي هو عيش المندي بالدياي، ونشكر الشيف محمد على هذه الوصفة اللذيذة الشهية، ونشوفكم في حلقة جديدة مع وصفة صحية جديدة في برنامجنا عليكم بالعافية.